عرف قطاع التكوين والتعليم الولايات جيجل بهذه الدورة فتح عدة تخصصات جديدة تماشيا مع التنمية الاقتصادية ومع إنجاز المشاريع. على غرار تلك تقني سامي في تحلية في استغلال تحلية مياه البحر، وهذا تماشيا مع سياسة الدولة في تعميم إنجاز محطات تحلية مياه البحر على مستوى جميع الولايات الساحلية، ولاية جيجل من بين هذه الولايات اللي راح يكون عندها الحظ أن يكون هذه المحطة عندها، وبالتالي راح من هنا عامين ونص إن شاء الله راح يكون عندنا يد عاملة مؤهلة يمكن إدماج على مستوى هذه المحطات. نفس الشيء وفي إطار توسيعة مسارات السكك الحديدية على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني افتحنا تخصص جديد هو عون تصليح السكك الحديدية.